هيمنة الأستروجين أو الأستروجين دومينانس لما يكون نسب الأستروجين أعلى من النسب الطبيعية. على البنات بيأثر على الدورة الشهرية وأعراضها، بيزيد من الأوجاع والآلام، بيزيد من التليفات بالرحم وبالصدر وتكيس المبايض، وعند الشباب بيزيد من التثدي وزيادة في حجم الصدر، بيزيد لنا مشاكل كتير كبيرة بخربشة بالهرمونات في الجسم عند الشباب وعند البنات. شو أسبابها؟ الأكل غير الصحي الغني بالكيماويات، اللحوم المصنعة والكيماويات الموجودة حوالينا زي اللي موجودة زي البارابنز اللي موجودين بالكريمات والشامبوهات، فبدكم تتأكدوا إنه الكريمات اللي بتشتروها والشامبوهات خالية من البارابن، بارابن فري بيكون مكتوب عليها. موجود كمان كيماويات زي الفاليت اللي موجود بالمعطرات والريحة اللي بترشوها على جسمكم، وموجود كمان بالكريمات المعطرة، فبتقدروا تستعيدوا عنها بالزيوت الطبيعية المعطرة. بلاستيك بدكم تتجنبوه لأنه فيه مواد شبيهة بالإستروجين بتاخد محل الإستروجين بالريسبتورز بالمستقبلات اللي بالجسم، فبتأثر بتعمل نفس عمل الإستروجين بالجسم تيجي من البلاستيك. تتجنبوا استخدام البلاستيك، تستخدموا قوارير زجاجية للمي وتطلعوا كاس البلاستيك من بيتكم، والعبوات البلاستيكية تستعينوا فيها بعبوات زجاج. ما تستعملوا التفلون المادة الغير لاصقة بالأواني، وحاولوا استخدموا ستينلس ستيل أو أي أواني أخرى خالية من التفلون، لأنه برضو رح يعمل الزينو أستروجينز هدول اللي هم بيعملوا عمل شبيه بالأستروجين بجسم الإنسان.